لكن الانتهاكات والخروقات بحق الأملاك العامة هو ما يناقشه هؤلاء الحقوقيون في مكتب توثيق إدلب الذي شكل لتوثيق الانتهاكات والجرائم بشكل محايد من قبل رابطة المحامين الأحرار. تداعى كثير من المحامين، رأينا أنه لازم نتواصل مع كثير من المحامين الأحرار في كثير من المناطق. بدأت عنا فكرة إنشاء نقابة للصعوبات كبيرة أمنية كانت أم غيرها، وتقطع أوصال المناطق، فبدأنا بالتواصل لعمل رابطة كمنظمة حقوقية تعنى بالأمور الحقوقية والقانونية بشكل عام على كثير من مناطق في سوريا. غياب المنظمات الحقوقية عن توثيق جرائم النظام تزامن مع توقف المؤسسات الحكومية عن التوثيق المدني منذ أكثر من 3 أعوام، دفع هؤلاء الحقوقيين لتقديم خدمات قانونية مجانية عبر مكتبهم. نحن عملنا في رابطة المحامين الأحرار شبكة توثيق إدلب، يقسم إلى قسمين بشكل عام، قسم التوثيق الجنائي وقسم التوثيق المدني. قسم التوثيق الجنائي واضح جدا، اللي هو توثيق كافة الانتهاكات التي تقع في نطاق عملنا وتحديد الجهة المسؤولة عنها. أما الشق المدني فهو يقوم على فكرة رئيسية، وهي إعادة بناء مؤسسات دولية أو استردادها، بحيث سنقوم بتوثيق كافة التصرفات القانونية والوقائع القانونية التي تجري في نطاق عملنا، في نطاق عمل مكتبنا، بطريقة تحفظ حقوق أصحاب الحق فيها من الضياع. يحيى شاب سوري يسعى لتوثيق عقد زواجه في المكتب القانوني ليسهل توثيقه في مؤسسات البلد المستقبلية. مكتب التوثيق الحقوقي بفيدنا بما أنه هو عم يضمننا حقوقنا هلأ، حقوق المواطنين بشكل عام المدنية وغير المدنية، في ظل غياب الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية الرسمية. فهذا الشيء ممكن يحفظ حقه للمواطن وممكن يسترجعه بأي وقت كان. رغم المشكلات والعراقيل التي تواجه مكتب توثيق إدلب، إلا أنهم مستمرون في تقديم خدماتهم للسوريين وتوثيق الجرائم التي ترتكب بحقهم كما يقولون. لأورينت نيوز، غيث عمران، ريف إدلب.